يعني منذ سنوات طويلة كانت تركيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ذكرت الآن بأن الوضع تغير بالنسبة لتركيا، لم يعد الأمر استراتيجيا كما كان. ما هي الأسباب الرئيسية أو مجموعة الإنجازات التي حققتها تركيا بحيث اليوم يعني هذا الأمر أمر يعد ليس هامشيا وإنما جانبيا، ليس بالضرورة بمكان؟ يعني إذا أردنا أن نعد على عجالة بعض النقاط، قضايا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، اليوم تركيا أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها إقليميا ودوليا. تقدمت تركيا بالترتيب الاقتصادي من عندما كانت بالمئة وعشرين تقريبا أو أكثر في الترتيب العالمي، اليوم تركيا ستصل ربما إلى تصبح بين العشرة الأولى في العالم اقتصاديا، وبالتالي لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي لهذا الأمر. عسكريا كانت تركيا أين في الصناعات الدفاعية بالتحديد، واليوم أين أصبحت تركيا؟ كانت تركيا تعتمد على صناعات دفاعية لا تتجاوز 20% قبل 20 عاما، وصناعات دفاعية بسيطة مجرد ذخائر ربما وأمور عادية. اليوم تركيا إنتاجها الصناعي الدفاعي التكنولوجي المتطور يتجاوز 80% من حاجتها أو 85% من حاجتها، وبالتالي نقلة نوعية لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي. اليوم التأثير السياسي لتركيا واضح جدا، سواء كان فعلته تركيا في قضايا الحرب الروسية الأوكرانية ودورها هناك، والتدخلات التركية في كثير من الملفات السياسية الإقليمية والدولية. اليوم الدور التركي في يعني المفاوضات بين الصومال وبين إثيوبيا على سبيل المثال، التوسع الدبلوماسي التركي في العالم. اليوم تركيا الثاني أكبر دولة لديها سفارات حول العالم، وبالتالي تغيرت تركيا كثيرا في مجال السياسة، كذلك لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي. على عكس تماما أخي الكريم، نرى أن الاتحاد الأوروبي هناك تراجع في كثير من القضايا الاقتصادية، هناك تراجع بالقضايا الثقافية، هناك ضغط كبير للحرب الروسية على القارة الأوروبية، هناك حاجة من الاتحاد الأوروبي لتركيا فيما يتعلق بقضايا الطاقة بالتحديد. وبالتالي تركيا إذا صح التعبير نستطيع أن نقول أنها اكتسبت خلال 20 سنة الماضية بضع درجات أعلى من الاتحاد الأوروبي. لذلك يعني أصبح يقال هنا في بعض الجلسات حصل هذا الانضمام ربما نرفضه، حتى يقال يعني في بعض الجلسات ربما عندما تحصل لحظة الحقيقة فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي ربما يومها تركيا توافق عليه حسب ظروف مصلحتها، وربما لا توافق عليه وتكتفي بشراكات موسعة مع هذا الاتحاد. وبريطانيا على سبيل المثال لدينا يعني مثال هو انسحاب بريطانيا من هذا الاتحاد. نعم سيد حمزة، أشرت الحقيقة إلى مجموعة الإنجازات التي حققتها تركيا جعلتها يعني أو جعلت هذا الانضمام للاتحاد الأوروبي ليس استراتيجيا بهذا القدر، ولكن يبدو أن هناك أيضا يعني شبه رغبة أو رغبة ما زالت موجودة. لكن فكرة تقرب أوروبا إلى تركيا بهذه الدعوة، ذكرت من بين الأسباب موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، كيف يمكن لتركيا في هذا المجال وفي هذا السياق بالتحديد أن توازن بين علاقاتها مع أوروبا من جهة وعلاقاتها مع روسيا من جهة أخرى؟ يعني هذه العلاقات هي التي جعلت تركيا أصلا منذ بداية هذه الحرب الأوكرانية الروسية جعلتها تكون وسيط ناجح ووسيط ثقة، يتمتع بثقة من كلا الطرفين الروسي والأوكراني. ورأينا اتفاقية الحبوب، ورأينا كثير من الاجتماعات بين الروس والأوكرانيين حصلت في اسطنبول، وكادت الأمور تنتهي، وكادت الاتفاقية الروسية الأوكرانية تعقد في اسطنبول وتنتهي هذه الحرب، ولكن تدخلات كثير من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلات بالتحديد فرنسية وألمانية وبريطانية ضغطا على الجانب الأوكراني، أفشلت المساعي أو أفشلت احتمالية وقوع مثلها أو حصول مثل هذه الاتفاقية الروسية الأوكرانية وانتهاء الحرب. وبالتالي تأثير تركيا كان كبير. اليوم برأيي من يستطيع أن يتدخل حتى هذه اللحظة رغم العرقلة الغربية، من يستطيع أن يتدخل على الأقل تخفيف حدية الصراع الروسي الأوكراني وصولا لإنهاء هذه الحرب، دولة وحيدة على الأرض لديها إمكانية أن تتحدث مع الطرفين
في نفس اللحظة لدى الرئيس أردوغان الزعيم الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يتصل ببوتين ثم يتصل بزيلينسكي لتقديم وجهات النظر أردوغان. وبالتالي تركيا ما زالت تتمتع بهذه القوة السياسية التي برأيي سيأتي يوم وسيحتاجها الاتحاد الأوروبي، لأن واضح هذه الحرب تتوسع وواضح أنه سيكون هناك هجمات انتقامية سواء كان يعني من أوكرانيا تجاه روسيا أو العكس. وإذا حصل هذا العكس من قبل روسيا سيكون هناك ضرر عسكري واقتصادي وبالطاقة والتجارة كبير جدا على الاتحاد الأوروبي. حينها سيتوسل الاتحاد الأوروبي تركيا للتوسط لدى روسيا لإنهاء هذه الحرب، وبالتالي هذا الأمر ليس بالأمر البعيد وليس بالأمر يعني مجرد الحديث، ربما تحصل مثل هذه السيناريوهات على أرض الواقع. وبالتالي هذه الصورة اليوم وصلنا إليها بين تركيا والاتحاد الأوروبي.